اني معك. تسمى ما كان حتى اسبوع يا حكيم. الرحمه يا مولاي، الرحمه يا مولاي، الرحمه يا مولاي. زيدوا ديونا هذوك، كلا تخليهم واقفين ثم كي الشمح. هيا كاع الحبس. شو علاش قدي لهم هكا؟ اني جبتهم وخلصت بريسون شارج باطل. حتى واحد ما قدر يداويك منهم، لا نخليهم احنا. الحبس ليهم خير. مولاي انا جبت لك الطبيب اللي قلت لك عليه. هم جو ربعين، جو ربعين لاختك وما حتى واحد ما قدر يداويها. درتهم كاع في الحبس، راح رد الحبس كاع سبيطار بلا طب. يا ودي لا، هذا هارب. ني هارب هذا؟ تما قبيح. كيف قبيح؟ بغيت نقول لك بلي خشين. ايه وخشين ولا رقيق، انا واش خسر لي فيه؟ انا اللي سونسيال يداوي لي زوجتي، فهمت؟ نقدم لك الغني عن التعريف، مكتشف المصران الزايد ابن سينا. السلام عليكم يا إخوة العرب. وعليكم السلام ورحمة الله. أين هو المريض؟ أنا هو. مش ماك تشوف فيها كفارة يمكسلة وجهها مرشوش بالبركوكس، ما انتبهتش. رزان. قال لا حبس حبس حبس، احنا عندنا الحرمة في القصر. هكذا وداويها. أخبط هنا يا تحس. مولاي. الملكة في حالة يرثى لها. إنها تعاني من تسمم سببه لها الفطر. باش تضرب بالعربية. مولاي. الملكة في حالة ما تعجبش. هاي الهضرة. عندها انتوكسيكاسيون على خاطرها كلات الشامبينيون المسموم. يتسمى كاين واحد في القصر دالها السم في الشامبينيون. ديرها هذي. لا لا يا مولاي، الشامبينيون هذا مسموم دوريجين. يعني من عند ربي. شتي وانت دخلت لي جيب لي شامبينيون، جيب لي شامبينيون، جيب لي شامبينيون، هاني جبت لك شامبينيون، ها وخرج لك شامبينيون من تيك سما دوك وتشكرا وتشوبين على بالك. هايا ها تحبي هكذا دوكا تزيدي تهضري على الشامبينيون خلاص. ودوك الحل كيفاه يا حكيم؟ يا مولاي تعرف ان لكل داء دواء. جستما يا مولاي. يا برهان يرحم بابك اسكت. كي كل الحكامه يهضروا هذا طبيب كبير. عندك زوج وابنين وفهم نورمال ما تتعلم تسمع يا برهان. كش ما تخطف. راهو نسينا قدامنا، هذا هو نسينا. ابن سينا. ها؟ ابن سينا. نسينا. سامحنا. حالات لانتوكسيكاسيون. تحب لها حشيشة معينة. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. احنا عندنا هنا في المملكة راهي معمرة حشاوش. شوفوا ربطه ولا زوج لابن سينا. هاي خلاص يا مولاي، يا مولاي الحشيشه هذه نادره وقليله وما هي موجوده الا في الصين يا مولاي. وين هذا الصين هذه؟ مولاي ها لاشين. يقول لاشين تدير شنو هو؟ يا لبالي نعرفهم يا خويا، يخدموا يخدموا كل سبحان الله، حتى الحشيش وخدموه. با با تما كيفاش تحب نبعثوا نجيبوا شريطه تاع حشيش ولا كيف ندير ولا ربطه ولا يعني فسر لي كيفاش الكميه يعني باش نداويها. اوكي الحل ان شاء الله. يا مولاي لاشين بعيده ياسر. باش نوصلوا لها تحب لنا خمسه شهور، وخمسه شهور لا قدر الله الملكه شو خلاص. لا 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 رازع راني معاك، راني معاك. واش به؟ مولاي تسمح لي نروح؟ نزلت انا روح. خلاص خلاص خلاص. شو غادي نموت؟ لا 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 زدت حبرك طويلة إن شاء الله. يعني وبالنسبة لي كيفاش؟ ما كاين حتى حل. مولاي شرك كثير، هذا بنسينا. وأنا وليد بوعلام.
ولاي هذا بن سينا زاد 980 ومات الله يرحمه 1037 الحبس عنده ما يدير. عندك الزهر يا بن سينا، عندك الزهر، التاريخ سلكك. تفضل. راح نصحي. ما يكون غير الخير غير ما تخافش. ما تقوليش غادي نموت. راني معاك. زوج قطرات يكفيو. يحبوا غير البراني. ساعة الغطاء ديالي. أنا لي حياتي كامل وأنا نخدم ونطور في المملكة هذه. في الأخر يجيبوا لي ابن سينا وأنا يرميوا لي الماء. بصح هو واسمه ابن سينا. وانا يا برهان. نقش روحك عمي برهان، ما تدير والو في بالك، الناس كاع متقلقه عجل السلطانه. ها انا كنا راني مقلق برهان. هذيك الحشيشه تاع لاشين ما كاش بلاد واحده اخرى نجيبوها منها؟ روح سقسيه ابن سينا. برهان ماشي وقت الغيره لا يحنبوك. مع الاسف هاد الحشيشه هذه ما تنوض غير في جبال الصين. بصح وري لي شكون اللي قادر يروح لطرف الدنيا. انا ديسيديت نروح نجيب لهاد الحشيشه، انا بغينا اختي المعيشه. بغيني نشوف اختي تموت قدام عينيا وما ندير والو. اون بليس تموت بالشامبينيون ماشي ميم با بالسم، هادي موتها هادي. الدنيا فارس غير مهبول يخمم يروح للاشي. بس عندك عود ما عندكش بوراق. وراك حبيت تروح للصين؟ هيا تشوف. هيا هيا شوف الطريق شحال طويله وصعيبه. اذا سلكت هنا من المقاطعيه راك رايح تطيح عند لي بيرات، واذا وصلت للجبال راك رايح تعمل اكثر من 3 شهور، وهذاك الوقت السلطانه تكون ماتت. هيت الشر. ها شبر زوج شبرات وشويه هاني وصلت. خلخل يا فارس. أسعد صح الحمد لله راكي خير وان شاء الله. عاشور اشنو؟ راني حاسه ما رايحاش نطول. وتعرف مرتك توقف على كل شيء. على هادي يعني باين نوجد جنازتي من درك. مانيش باين يضحكوا علينا يقولوا جنازه ما وجدوهاش بالطبع. راه سعد وعلاش راكي تفولي على روحك بالموت؟ علاش؟ على شوية حب الشباب نضلك في وجهك حبيتي تقتلي روحك. شكون يقول الملكة رسان ماتت مسمومة بالشامبينيون في عمرها غير 29 عام؟ 30 ستي عام. مزيان ما كنتش معايا شوشو. الحمد لله ربي ما فيها غير الخير رسان. عاشور لقمان مانيش باية من نموت، يحسب لي ما عندهاش يماه. ياك البركة في يماتي ما رزان. شوشو نبغي نطلب منك حاجة واحدة. أكاكي عارفة، أكاكي عارفة مع مدرك يا رزان. أنا لو كان دمون دي عيني نسلفهم لك. أهدري تحبي ذوك قرحوا ذوك قرحوا. نبغيتك تتزوج. راس عليها يرحم بابك. ما تزيديش تجبني هذا العذراء المليح. خلينا يرحم بابك. خلاص مولاي. مولاتي عندها الحق، القصر محتاج للملكة ولهذا لابد تتزوج. تبدا راك تخمم في العرس ولا تخمم في الجنازة، راك ما عندكش كاع وقت على بالك. حاشا يا مولاي، ما تنساش هذه أوامر مولاتي.
هناك وزير مطبق وزيد مازالك صغير شباب شحال من وحدات تمنك شحال بزاف يا مولاي عمل هكذا وألف وحدات تكون ما بين يديك عمل هكذا عمر مولاي وعليا الباك وما تنساش بلي الأمير لقمان يحتاج إلى وحدة تقوم به تتكلف به تخفف عليه غياب مولاتي بابا عجبتك المشطة ديالي واشنو؟ عجبتك المشطة ديالي مشطة حلوة بزاف شكون اللي مشط لك هكذا؟ مشطت لي الخادمة ديالي جديدة سامر ساقعد عاقل وليدي ما تبقاش تهبل فيها ياك ما تديريش عليها شوية خفيف قبيح شوية مولاي الأمير لقمان ولد عاقل ويدخل في القلب وليا الشرف كنقوم به هذا العلون هذا عاقل ويدخل في القلب كل إنسان يحب واحد يسمع له ويحس به وأنا الأمير لقمان نعرف وش يحب واش قلت مولاي؟ علماش على الزواج؟ قنديل خليني يرحم بابك ما تزيش تهضر لي على الزواج سيرتو في هذا الوقت ماشي كاع وقته أبطا صافا صافا نوري نعم مولاي واش هذا يا خويا ما تعرفش الذوق تاعي ولا هذا راه مردفلة مشي انا درته مولاي وشكون اللي دارو هذا شكون هو يدير له تاعي في القصر هذا شكون مولاي انا اللي درته ما ذقتش مليح حلو بلا شكر سبحان الله من الفوق نحب لاتاي هكذا حاضر مولاي بصح راني نشوف الحالة قاعد تبدلت مولاي مازال تزيد تشوف انصرف عندك يدين نورمالمون يندارو في الميزي وكي تلقتي شعرك هكذا فكرتيني في المرحوبة بصح مولاي مازالها عايشة دجا قتلتها أما نراني حس بها مسكينة إن شاء الله ما يكون غير الخير مولاي بصح ماشي شاك سكوند مولاي 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 زابينا هذه مولاي أنا ماذا بيا من الفوق تعيطيني باغ إكزومبل شوشو سيها تشوف شوشو شال حلوة دلالتاي عجبتك المشطة تاعي شكون مشط لك شابة بزاف مشطة لي خادمة جديدة تاعي شكون هاد الخادمة ديالك سامر اللي جابها قنديل جابها قنديل الله يبارك موني شبيكي تبكي عايش تبكي وليدة عايش تبكي تبكي كي ماما هي مريضة يا وليدة يمات راهي مريضة بزاف وواحد ما قدر يداويها تخافيش ماني مش حتموت ماما وديجا قال لي بابا بلي انت اللي ولا حتموت على خاطرش انت عجوزه وشنو الخير ماني يسود سعدو ويامو مرجانا مازلت بابيشه وش كنت داير في الجبل تاعنا؟ خويا تهضر عربيه وما تقوليش يا ودي جيت غنتي حشيشة 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 برك هذا مكان ياه باي جماعة تهضر عربيه وش داير في الحشيش تاعنا؟ اختي
مسكينه تحت مريضه غادي ندي الشيشه هذا مكان. انا مملكه عاشور العاشر وانا الجنرال فارس اللي حكم كاع العسكر هنا. شيكو شي شمايا وشنو حطايا هذوك محاجب جبتهم عكاز الطريق هذا مكان. اش محاجب مي تشاين شامبا حرز حارين شويه الا ما موالفش الهريسه.这是什么饼？很软滑吗？味道不错。这个不拉面的味道真香。你呢？哎，我呀，这里的鸡毛还干了，比你那大锅没味了，那边的肉皮是酥酥的，那东西又太烂了。这个饼你们是怎么做的？这个是对不对？我们很多嘛。啊，这些肉酱呢，来一块下来，别的，我们海鲜呢，可能很多，不一定，好了，那还是……这样跟他说几句话，他有可能给我们发嘛，海鲜，你说呢？那就把它放了吧。 ولو كان الطلقوك بعتنا المحاجب صاحبي هذا مكان يا لاشين نفرشها لك من طرف الطرف المحاجب يطلقني يطلقني يقول يا عمي هيا البكايات وطلبا يجوا منا والشوتر منا ما تخلطوناش الحالة. انت واش دير؟ انا التريتر الصح. قل لي حنطيب للعرس ولا للجنازه؟ وانت اللي تحوس تفهمتها في وقتنا هذا كل جنازه كل عرس طيب واحد. اسمع عندك حاجه بركه في الجنازه نحي البنان. اي روح الكوزينه عند النوري اي روح. وانت واش ديري انت؟ انا جيت نبكي. اي وريني شوف. خلاص 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 حبسي 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 عطيني السي في تاعك عطيني. بكيت عند الملك شقيف في الجنازة تاع بنو وبكيت زوج بكيات ملاح في حياتي. الأولى في مملكة حميستاف والدوزيام المخيرة المخيرة عند الملك دحمانوس. بكيتي عند دحمانوس ثاني؟ خمس سوايع سونزار. أيا خلاص راكي معانا كل شيء مبروك. انا غنيت في كل مملكه وكي سمعت بالعرس تاع مولاي عاشور فكرت المملكه اللي عشت فيها قلت نجي نغني. والثمن تاعك شحال؟ 500 دينار عاشوري. اه 500 انت مهبول انت. هكذا نروح نجيب جايك الماكسون من مملكه بعيده وخلاص. اصاحبي انا الشيطان ساعدنا شويه على بالك باللي هذا عرس ماشي كونسير. نقدر نساعدك ب 400 دينار. 400 اي خلاص تديهم بصح نديرهم لك مع حمامه ما كاش مشكل. وانت واش تغنيتها؟ انا غني واي 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 واي. شو هذه واي واي هذه؟ نبغي شعري طرطق على راجلي. واي 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 واي. اسمع كيفاش مولاتي باغيه تموت وانت تحاول تطرطق لها شعرها ولا كيف؟ اي خرج عليا حم والديك راه والله العظيم. واي 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 واي. الغنى تاع تاخير الزمان كي داري يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هدية ديون ملك الحبشة اللي ما قررت. ما تحشمش حبيت تبهدلنا حب تعاود الزواج على مرتك وهي مريضة. يمات مولاتي قادري روحك على بالك مع منا راكي تهضري. اسكت انت يا واحد الستوت ما هضرتش معاك بدابور ما تدخلش كاع روحك كلش راه من تحت راسك يا واحد مصفار. خسارة عليك يا يمات مولاتي. وزير اضرب الله حقر النساء ما تحشمش على اخر كبرك حاب تعاود الزواج وبنتها مريضه. صح انتم رجال كامل كيف كيف كامل على سبه. هاي مريضه هاي ما تعرفش تطيب هاي ما تعرفش تهدر. العود اللي توقف معاها تلقى لها الحل. انت راك توجد ومر ظهرها. يمات مولاتي شفتي شحال من اطباء جاب لها؟ هاي الحل. تفضل مولاي. فاجيني يا نوري فاجيني. صحيت مردف له هذا. بصح انت قلت لي بغي حلو بلا سكر انا على هنا. كيف سعد انت طيبت نوري ماشي هذا دوك تكثر له سكر وما نعرف عمل له عمل له يرحم بابك عمل له. بس تهنا على بالك باللي بنتك هي اللي قالت لي زيد تزوج
الو غير ما كان لها تبقى ديري لي في السمير وتليمي لي في الغاشي هنا يا حمبابك. وزيد تكذب. لو كانت تموت بنتها بعيد الشر عليها تقبلها تعاود عليك الزواج انت كي تمرض. مولاي مولاي جابتني. حبيت ديروا حاجه شابه. واش راح دير؟ تخلعها انت والو وما دير والو. اه يا مولاي يا مولاي يا الله. اه يا مولاي يا مولاي يا الله. على بالك مرجانة راكي زعفانه وراكي عيانه. مالا دوك نبعتك تروح ان شاء الله تونسي روحك شويه. اش بكم؟ واش راكم ديروا؟ اسمعوا. لا عجبتني يا مولاي. مولاي راني راح شفت مولين مولاتي الجديده مش نحو نخطبوها. ما تقدرش تعرف شحال راهم فرحانين. شحال؟ بزاف يا مولاي فرحانين ومزروبين يعرسوا. قلت لهم باللي انا ثاني راني مزروب. مولاي اسمح لي على الازعاج. برك شوف بلي مولاي راه مشغول. مولاي ما رقدتش الليل كامل يا مولاي وانا سهران ونكسر في راسي باش نلقى حل. يا برهان يا برهان وعلاه راك تعيي في روحك يرحم بابك. دوك هذه المراه هذه اللي ربي كتب لها باه تموت انت راح تحياها حبيت تجهل. حاشا يا مولاي حاشا. مولاي دير فيا ثقه ونبرهن لك. تفضل يا برهان ورينا شطارتك. شكرا مولاي تبعني مليحه. هاي الملكه. وشنو؟ اسمح لي حبيت نقول هذه تمثل الملكه. راني مديت لها هذاك الشامبينيون المسموم وراهي مريضه ودركا نمدي لها الدواء الجديد نتاعي. جواد شفت يا مولاي تستعرف بيا هاي سلكت هاي برات لي راسها. يعطيك الصحة يا برهان. شكرا لله. هاي ماتت الملكة. حبيت نقول الجنينة معديرة مولاي حبيت تسلكها قتلتها وتمثل روحك البلوسينة وعلى الأقل كيما يعرفش يقول ما نعرفش وحبيت تعطي اسبوار لمولاي. شوف كان تكمل هكذا ندخلك الحبس ونغلق اللابو تاعك فهمت؟ مولاي اسمح لي ما عرفت واش وقع. انا كنت سير بلي الدواء تاعي رايح ينجح وحبيت غير نداوي الملكه هذا ما كان. معليش يا برهان انت راك درت اللي عليك. مولاي زد لي فرصه واحده اخرى ما نرقدش حتى نداوي الملكه. اش دوك ثاني كاع الكونين برهان بزاف واحد راك دايما الله خلاص. انا دوكا اللي ديسيديت باش نغلق لابو وراك عيان راح ديك كونجي تريح شويه. ماشي سهلي سهلي ما شو قلتك باللي راكي خير من البارح وجهك راه منور على بالك. على بالي راك تسعف فيا عاشور. لا لا هاني نهضر معاك بشويه بقلبي. واش بك؟ ما باقيش بزاف ونروح. وين تروحي وين تروحي يا رسان وين؟ خصك نقول لك نموت عاشور بعد الشر. صح قول لي كيش راهي الحاله في المملكه؟ راه مساكن راهم كاع حزنانين عليك بالبيا كاع. الكلام اللي قلته لك ياك ما نسيتوش؟ ما نسيتش تاع الزواج.
على وليدنا لقمان. لقمان او بيا والهضره اللي هضرناها على الزواج يا اخي ما في شده في كلمتك. واش مسواج؟ ايه ما تخافش راني عادك شده في كلمتي. شي راني خايف انا مانيش خايف اللي عليك انا سكو كنت انت حلفتي مع اللي راكي مريضه راني خايف باش كي تصومي ثلاث ايام فهمك. اسمح لك مولاي مرحبا بك عندنا. الله يسلمك. كل شيء راه واجد هكذا باش نفريوها على جهه. قل لي يا اخي درت واش وصيتك بدات الناس مير قدام الشعب. قل لك هاني يا مولاي حتى واحد ما راهو سامع. مالي لا هكذا قدروا نبدا غير الخير. كيفاش انقطعت يدك مولاي؟ انت اللي امرت باش نقطعوا له يدو. والله انا صحيح مولاي انت اللي امرت باش تقطعها لي. الغلطه ديالي اني ما صفقتش عند خطابكم. ياك عرب اللي يد واحده ما تصفقش شتو واش يصير واحد اللي ما يصفقش. معليش المهم واش عندك تطلب مولاي؟ جيتنا بالحسب والنصب في خطبه بنتنا سمر وانا راني قابل كل الشروط على جال يد بنتك. لا 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 مفتركم هاي ملا نبدأ الفاتحة. بسم الله. مولاي باجي كيفك عربي لاري هنا؟ أنا بلي بلا راكم هنا. واش كاي مولاي؟ الملكة. واش بها الملكة؟ الملكة راهي حبس. الله يرحمها. وزير تبعني. مولاي كنت نسمع فيك. على بالي يا برهان يا اخي جات عزال. جات سهلة مالها يا مولاي؟ ما حسيت هذا خضرة بويلو. يعطيك الصحة برهان تراك درت لي عليك مولاي. مولاي فارس جيت يا ودي كوم الشيانة. شو راني فاهمك يا مولاي. رمضان هكا عايشة الحمد لله هكذا ولا أكثر. سلامة البرهان وخويا العزيز اللي دبر على هذيك الحشيشة. حشيشة سلامت راسك. مالك شوشو؟ راكش فرحان لي بريت؟ لا أنا ميت بسعادة. ما تخممش راني هنا. ما نزيدش كاع نخطيك جامي ما نسمح فيك. هذا لي زوبسيون. صحك ولي شوشو ما تزوجتش عليا ولا دبرت على واحدة أخرى؟ أنا قريب ما تزوجتش عليك مهبول. مولاي